معنا من لندن أستاذ الاقتصاد السياسي الدكتور ناصر قلاوون. صباح الخير دكتور ناصر، وأهلا وسهلا فيك معنا اليوم. هل تتفق مع نتائج هذا البحث دكتور ناصر؟ وهل فعلا نحن اليوم دخلنا في حقبة أو مرحلة ما يعرف بالندم الكبير بعد موجة الاستقالات الكبيرة خلال جائحة كورونا؟ أنا أقول الآن خرجنا من كورونا صحيح، لكن التوظيف كان مدعوم من الحكومات والخزائن العامة خلال عامين ونصف، وبالتالي الشركات أعطت حوافز لمن يريد أن يستقيل أو يغير العمل. هذا واحد. اثنين، كثير من الناس قالوا أن البيت أو المنزل هو أفضل من المكتب. ثلاثة، الشركات لعبت عن هذا الأمر، والآن بعد الكورونا، وهذه معلومات وليس تحليل، كثير من الشركات خصوصا في الفينتك، في التقنية والبيولوجيا والخدمات المالية، قامت بتخليص مكاتبها. بمعنى كان عندها لنفترض 200 موظف، ب 200 مكتب صار 50 مكتب يتداور عليه الموظفون بمعنى تعالى إلى العمل يومين في الأسبوع. هذا الأمر جيد، لكنه برأيي يدفع بالأخير لتغيير نمط العمل، غياب العمل الاجتماعي، تركه للحفلات فقط، وبالتالي هناك تبرم من أن أخيرا الحوافز بالعقود العمل الجديدة لا تعطي حوافز، لا تعطي ميزات مثل القديمة، وبالتالي نحن في التضخم. الناس يطلبون الآن في الإضرابات 10% زيادة، فيما لو عرض عمل على أي خريج جديد هذا الأمر غير متاح برأيي أن يغطي التكاليف. يعني تتحدث فعلا عن هذا الموضوع، ورأينا أيضا شركة لوفتانزا اليوم وأضراب الموظفين ومطالبة يعني كما تقول بتقريبا 10% زيادة. نشعر وكأنه اليوم بسوق العمل دكتور ناصر هناك فجوة كبيرة بين الشركات التي فعلا تريد أن توظف، ومن جهة أخرى عدد الأشخاص الذين لا يجدون وظائف أو استقالوا من وظائفهم ويبحثون عن وظائف أخرى. وحتى رئيس شركة مايكروسوفت قال أنه يجب دفع رواتب إضافية اليوم وعالية جدا لاستقطاب الناس. من أين تأتي هذه الفجوة؟ وكيف يمكن أن يتم ردمها؟ أنا برأيي في خلال الكورونا حصل نوع من تخلف في عمليات التدريب. بمعنى من كان موظفا قبل ذلك، ولنقل بصراحة مستويات الخبراء فوق الطبقة المتوسطة، يعني الذين عندهم اطلاع على سير العمل والطبقات الإدارية العليا، ليس عندهم مشكلة ينتقلون من مايكروسوفت إلى جوجل إلى شركات أخرى، كذلك الطيران. إنما ما حصل الآن هناك أمية كمبيوترية أو في لغة الكودين، وبالتالي هذا الأمر مشكلة بأن من يوظف جديد ليس عنده هذه الخاصية. نعم هناك شركات، وهذا من حي لندن المالي والبنكي هنا عرفته، أن الشركات الآن عندها تقلص عدد الموظفين تحتفظ بالحيويين، بمعنى تعطيهم، لأعطي مثلا أحد الموظفين الخبراء في التحليل المالي يعطوه مثلا في السنة 3000 جنيه حتى يعمل دورة في تأهيل، إعادة تأهيل بالخبرات التي ترتبط بالولايات المتحدة على فكرة، بوادي السيليكون، اللغة الكمبيوترية. اثنين، إعطاء حوافز جديدة مثلا $1000 أو 1000 جنيه للهوايات. إذا إغراء من يعتبر حيوي في هذه المؤسسات، وربما تجاهل الأعمال اليدوية أو الذين ينظر لهم أنهم لا يجنون عائد جيد لهذه المؤسسات. يعني يبدو أن هذا هو الواقع الجديد اليوم بسوق العمل بعد الأزمات المتتالية، من أزمة كورونا وصولا الآن إلى التضخم. هناك معطيات جديدة واضحة. شكرا جزيلا لك من لندن أستاذ الاقتصاد السياسي الدكتور ناصر قلاوون.